لنتعرف أكثر عن الكاتبة الكورية هان كانغ وأبرز أسباب فوزها بنوبل للأداب من خلال أحد أهم مترجمي أعمالها في العالم العربي الدكتور محمد نجيب، طبعا المترجم المصري. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بك بصباح جديد، ونبارك لحضرتك على فوز واحدة من الكتاب اللي أنت ركزت على ترجمة أعماله من الكورية للعربية. لو أعرف منك شو السبب اختيارك لأعمال هذه الكاتبة بالذات وترجم أعمالها إلى العربية، وشو طبيعة روايتها ومسارتها؟ تحياتي، صباح الخير وشكرا على المباركة. والحقيقة يعني فوز هان كانج هو مش فوز شخص بس للكاتبة، هو فوز لدولة كوريا. زي ما حضرتك قلت، هي ثاني كوريا تفوز بنوبل في بعد ما فاز بيها يعني في الماضي، فاز بيها في السلام في سنة 2000، لكن هي أول كوريا تفوز بيها في الآداب، وبرضه هو انتصار للمرأة في آسيا، فهي أول مرأة آسيوية في التاريخ تفوز بنوبل في الآداب. هو سبب اختياري لفوق لترجمة أعمال هان كانغ، وممكن يكون يعني في البيان الفوز بجائزة نوبل. يعني هي كاتبة فعلا، رغم إنها كاتبة كورية، لكن عند القراءة ليها ممكن لو تنسيت إنها من كوريا إنك تشعر إنك بتقرأ كتاب أو رواية عن تتناول هموم الإنسان أكثر، أو رواية عالمية. فهي فعلا عالمية، لا يعني لا ليست عربية، يعني أنت فعلا عندما يعني هي شبه رواية هان كانغ، هي فعلا روايتها إنسانية. هل في شبه بالعربي؟ هي شبه عربي شوي الكتاب لا مفيش تشابه بالعربي. يعني هان كانغ زي ما ذكرنا هي كاتبة أسلوبها شاعري جدا ومرهب جدا وعالي المشاعر، بيتناول موضوعات ممكن تكون عنيفة أو قاسية أو دموية، فهو ممكن يكون التناقض ما بين الأسلوب وما بين المواضيع ده عامل جذب كبير. وهي أصلا يعني بدايتها كانت شاعرة، ووالدها أصلا روائي، فهي يعني عندها مخزون لغوي قوي جدا بتستخدمه في الحديث عن روايتها. زي ما قلنا يعني هي روايتها بتتناول موضوعات عن العنف وعن الصدمات وعن قسوة الذكريات، ازاي حدث واحد في الماضي ممكن يفضل في ذاكرة شخص ويفضل يأنب ضميره لمدة طويلة. يعني هي من أكثر الموضوعات اللي بتتناولها فكرة عقدة الناجي، يعني ازاي ممكن حدث في الماضي يحصل ويفضل فعلا باقي في يعني في ذهن الشخص وضميره ويأنبه لمدة طويلة. طيب دكتور محمد، لو تسمح لي، يعني بما أنك أحد أهم مترجمي أعمال الكاتبة الكورية هان كانغ، أستغل الفرصة دي وأسألك إزاي نميت هذا الشغف بأن أنت تتعلم اللغة الكورية وتترجم هذا العمل العظيم، وفي الأساس يعني نحن نعلم أنك دكتور بشري تحديداً؟ السبب هو يعني هو الفكرة إن أنا فعلا هي دراسة الطب، يعني دراسة شاقة وطويلة، فهي الحقيقة يعني سمحت لي يعني خلال الدراسة يعني كان دايما يعني المنفذ للترويح عن النفس على الدراسة هي القراءة والمطالعة، كان دايما عندي اهتمام بشرق آسيا في العموم. يعني دايما الصين واليابان وكوريا عندهم سحر معين بينجذب لي البشر في العالم كله خارج نطاق الدول دي، فانا اخترت كوريا لانها ممكن تكون الدوله الصغيره اللي ما بين اليابان والصين اللي هي الامبراطوريتين الضخمتين، وفي نفس الوقت فهي كوريا فعلا هي يعني الدوله اللي ما بين الثلاث دول دول، ممكن ثقافتهم ما كانتش انتشرت قوي في العالم او في الوطن العربي، فكان كانت فكره ان عايز يعني اختبر حاجه جديده يعني او غير مالوفه. وفي نفس الوقت يعني تصادف ان انا يعني تعرفت على المركز الثقافي الكوري في مصر، وده بيقدم يعني كورسات لتعلم اللغة بالمجان، فكان سهل عليا جدا تعلم اللغة. نعم، يعني ممكن الثقافة الكورية منتشرة نوعا ما في العالم العربي عن طريق المسلسلات، عن طريق الأفلام، ولكن ليس عن طريق الأدب تحديدا. هل هناك أي أوجه تشابه مثلا مع الجمهور العربي، وما هو العنصر الجاذب في الأدب الكوري؟ هو يعني فكرة العلاقة، أعتقد إن في تشابه ممكن أكثر، غير إن المجتمع الكوري ممكن يكون فيه الجانب المحافظ
المحافظ او التقاليد اللي تشبه كثير التقاليد الشرقيه يعني برضه يعني زي في الاطار بتاع خوذ هانج كانج يعني ممكن يكون برضه كان في تشكيك دايما في قدره المراه على الكتابه ودايما في يعني في نوع من التحيز ضد الرجل ضد المراه في المجتمع الكوري وتحيز اكثر اتجاه الرجل. لكن بالنسبه للثقافه الكوريه يعني هو فعلا كوريا الجنوبيه بعد يعني ما استفاقت من كثير من الصدمات والمآسي والحرب الكورية يعني أكيد عارفة إن كوريا حصل تقسيم وحرب يعني سنين من الحرب هي فعلا من أواخر التسعينات وبداية الألفية في توجه للدولة هناك لنشر الأدب لنشر الثقافة الكورية والحقيقة فتحوا مراكز لتعلم اللغة في أغلب دول العالم والحقيقة بدأ الانتشار زي ما حضرتك قلتي بالأغاني والمسلسلات والكيبوب لأن فعلا فيها من البساطة والقدره على الانتشار جدا. ثم بعد اعتقد ممكن من اول 2010 بدا انتشار الادب الكوري وزي ما قلت لحضرتك يعني هو برضه هي ثقافه جديده والعالم كله مهتم بالسحر والغموض بتاع شرق اسيا لكن الثقافه اليابانيه والصينيه كانت انتشرت بالفعل في التسعينات. هي دلوقتي كوريا فعلا هي البلد المجهول في شرق اسيا اللي الناس حابه انها تعرف عليه اكثر يعني. والادب الكوري يعني بيعرفنا كتير عن حاجات ليها علاقه بكوريا ليها علاقه بتاريخها في نفس الوقت هو ادب ممتع جدا ومتنوع يعني هو ما بين الادب المعاصر الجاد وفي ادب خيال علمي وادب فانتازيا فهو فعلا ادب متنوع طبعا بيعرفنا على ثقافة جديدة ويبدو أنه مميز وفي ابتكار. نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد نجيب المترجم المصري شكرا لك.